السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعتبر الرؤية المتعلقة بماكينة الخياطة في المنام بمثابة رمز للإنجاز والإنتاجية والإبداع، وقد يرمز ذلك إلى أنك تحتاج إلى إظهار براعتك ومهاراتك في حياتك العملية والشخصية، كما أنها رؤية إيجابية تشير إلى أنك ستتمكن من تحقيق أهدافك وأحلامك بجهودك الخاصة وبخدمتك للآخرين. ولكن يجب ملاحظة أن تفسير الأحلام يعتمد على الظروف الشخصية لكل فرد، وقد تتفاوت دلالة الرؤية حسب هذه الظروف. وإذا رأى الحالم ماكينة الخياطة في المنام وكان في الواقع ما زال يدرس، فهذه علامة على حصوله على أعلى الدرجات في الاختبارات والتفوق والارتقاء بمستواه العلمي. وماكينة الخياطة في المنام وكان صاحب الحلم يعاني من ضيق الرزق، يؤول هذا إلى أنه سيحصل على العديد من الأموال وسيصبح من الأغنياء. ومشاهدة الرأي لماكينة الخياطة في المنام من الرؤى المحمودة له، لأن ذلك يرمز إلى قيامه بتسديد الديون المتراكمة عليه، ورؤية الشخص لماكينة الخياطة في المنام تدل على حدوث أمور طيبة له في الحقيقة. وبالنسبة للفتاة العزباء، فتعد مشاهدة ماكينة الخياطة في المنام إلى وجود العلاقات الطيبة بينها وبين أفراد أسرتها. ومشاهدة الفتاة العزباء لماكينة الخياطة في المنام تشير أيضاً إلى استعدادها للزواج. ورؤية الفتاة العزباء تعطيل ماكينة الخياطة في المنام، فهنا تدل الرؤية على مواجهتها للكثير من الصعوبات والأزمات في حياتها. وإذا رأت الفتاة العزباء شراء ماكينة الخياطة في المنام، فهذه علامة على تحقيقها إنجازات وانتصارات.